اسمك ايه؟ مهتم تعرف؟ مش مهتم اقول مش مهتم بس عشان الحلقة تمشي. لا مش مهم. سجينو راوندو اي يوكوسو ايجيبتو نو فاستو سبيدو ديتو شو لايتو غا اكا ني كاواتارا بوزار وو اوسو تشانس ديس سوشيتي موريو نو 2 كاي مي نو ديتو وو كاتشي توريماسو سوشيتي كيتي كوداساي سجي نو تان. اه ده صوتي. هاي اهلا. كرسي طويل قوي عليا. هو انا كده كده خدت بالي. عامله ايه؟ الحمد لله. تحبش قصيرين بقى خالص؟ اه ما خدت بالي. يعني انت كام سنتي؟ مش لازم يعني. ما انت شايف كام؟ اقل من 160. لا اعلى من 160. ب 4 سنتي مثلا؟ 161. طب يعني ده انا بجاملك، اديتك 4 سنتي من عندي يعني. اه انت بتبطيني كمان على فكره. كوتشي مفكوك يعني جنتله لو بتربط كوتشي. حلو الماسك ده بجد لذيذ. ده من العتبه؟ لا منين؟ يعني مهتم بالموضوع يعني. ممكن اجيب لابن اختي. شكله لطيف. مش لاقي على الوجه اللي انت لابسه. على فكره شعري احسن بكتير من الوج. اكيد حاجه تبقى احسن من الوجه. من انت لابساه ده؟ من اللي انا لابساه؟ ما هي حاجه تبقى احسن من الوجه. جيت هنا بقى ايه، مواصلات ولا اتشعلقتي؟ اه انت بتترول اكيد طبعا بمنظرك ده. يعني على الاقل في حاجه كويسه. هي يعني بيرسوناليتي يا شكلي بجد. اه والله. وانت عندك ايه؟ الاثنين. ما هو باين. الصور كنت هتقلب. ما انا خدت بالي. مش عايز اتكلم عن نفسي كتير عشان استنزل رجلي، عشان ممكن يبقى في حد سنسيتيف لموضوع الرجلين بقى وكده، فاهم؟ انت كويس؟ اه انا طبعا كويس جدا. حاسك عايز تضحكي يعني، قولي عادي. لا انا بضحك اوريدي. مش عايز. انا بضحك يعني. بتضحك على ايه بقى؟ على الوجه بصراحه. طبعا على قد مش عليا يعني عادي. اه شعرك طويل؟ اه جدا بجد. اه والله. بس انت مشيك كده في الشارع؟ ايه؟ مشيك كده في الشارع؟ اه الناس عماله الناس رهيبه ما تصور معايا. اه والله كانوا فاكريني يعني حد الماني. كانوا فاكريني حد؟ اه حد الماني كده يعني. واحد؟ اه اكيد مش واحده. ما تقولش اكيد. ما اكيد من صوتي عرفوا ان انا واحد. ما قبل ما تتكلم بقى؟ لا ما من ظهري ما اكيد مش هيبان حاجه. من ظهري اكيد مش هيبان. عدت على خير؟ الحمد لله. تمام شور. احدد على خير. اه تمام الحمد لله والله. الحمد لله. وانت عامله ايه؟ الحمد لله. هو بيجي انت بتشيل ايدك جامد على الترابيزه؟ بلاش خم دايما خم. لا يعني اه ما هو كده نلعب. لما تيجي بقى النور مره واحده يقوم ضربت ام دايسه. لا نزل ايدي. ما انت مش عاجبني. لا ده كده كده جو بقى التحكم ده مش هنا. ده منظر واحد متحكم. عز الله انا مركب فيا. مين قال لك الوجه؟ انا اللي عملتها بس هاشت في الطريق. على فكره شكلها تحفه عليا. قمر. اهم حاجه الثقه بالنفس. ده كده كده مش مهم راي حد. ده كده كده ولا راي حد. ولا راي حد. انا قلت لك رايي مهم ليك. او ما طلبتوش اساسا يعني. والله فارق بين رايك والبرجر. انا طلبت برجر ولسه واكل. اه ماتش رايك. دي قله ذوق بقى. اكلته؟ كان حلو جدا. مش مهتم. عكس رايك وحش جدا. اه صح. مش فيها الحوار ده. اسمك ايه؟ ليه؟ مين بيسال؟ حق اعرف مين بيسال. خلاص مش مهتم اعرف. عموما قاعد الكتفك ده. ما انا بعدين. اه قاعد. تعرف الطريق هنا الجو مختلف عن اليابان بكتير. هو ايه اللي فالجاذبيه بترجعنا ورا لقدام. الزمن بيجري. باجي. لغاية. باجي ده اسمك؟ اه ده اسمي. ده النيك نيم بتاعي معروف جدا على فكره. اسمك ايه؟ مهتم تعرف؟ مش مهتم اقول. مش مهتم بس عشان الحاله تمشي. لا مش مهم يا استاذ محمد. هو الباز هيشتغل امتى؟ هو مش ناويين. لا نزلي ايدك كده كمل. نزلي ايدك تحت. لا ممكن اعمل كده. انا في نوفمبر دوست الاول. ايزي. يا اتفضلي. يا اتفضلي على انتري او على المطبخ. يعني ما اعرفش. مش مهتم. ما اتفرجتش على الانمي اللي هو عامل الكاركتر منه اصلا. ما اعرفش. كت. هاي الكسندس عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله فل. عامله ايه؟ حلو الجاكيت ده. ايه رايك؟ من العتبه؟ اه لسه جايبه حالا. نفس الماسك بتاع اختنا مايلز كان جايباه برضه من العتبه. بس حلو اللون الاصفر ده شبه العدس. يعني ما تخليش تتكلم عن شعرك يعني. يا جماعه انتوا قلتوا بره شعري. انتوا ليه مكورين من شعري؟ انت اسمك ايه صحيح؟ كيل جوي. كيل جوي. ما تضطرنيش ارجوك. ايه؟ ما تضطرنيش ارجوك. ما تضطرنيش ايه؟ ما توترنيش. ما توترنيش. اوكي تمام. عشان بس مش سامعك. عشان الوجه اكيد مش معايا. ايه ثواني، هي الوجه بتأثر على السمع؟ لا كبيره كده اهو. انتوا كلكم مقهورين من شعري ليه؟ كارثه. شايفين شعري بيعمل ازاي؟ تعرفي تعملي كده؟ تعرفيش. تعرفي تعملي كده؟ طيب ومستمتعه بقى معانا في القعده دي؟ خلقي ده والله. خلقك ده؟ خلقي لسه جايه. اكيد 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 عشان شعري واخد كل الاكسجين فيه. كارثه كارثه. وبتشتغل ايه بقى على كده؟ هاكر. هاكر؟ بحب هاكر الناس. ده اللي هو ده بقى عندي ناس برضه هاكرز وكده. برضه؟ بيقولوا لي بيعطوني مسجات في الازهر هكرنا حسابك اضغط للتفاعل. لما سالتيني شغال ايه وبتاع شايفه الالاجه وبتاع. شغال ايه يعني؟ يعني بدبح في الناس بعد الظهر. اشمعنى بعد الظهر؟ عشان قبل كده بكون نايم يعني. بعد الظهر اقل حاجه بالنسبه لي. اصحى افطر انزل الجيم اطلع اكل بعد كده اقتل في الناس. ده ليك في الموتوسيكلات؟ اه بس كلابي يعني. كلابي؟ اه بروح بيهم بس. يعني بتضرب لك الموتوسيكل؟ على فكره انا ما كنتش عايز اكمل اساسا.
بتقول لك هاكر يا عم صغير فل هاكر ايه انا كده عارف اللي هو يبعت لي على الفيسبوك تم تهكير حسابك بتاع عارف من دول. هاي سوري اقول الدنيا تحمر تعملي كده وتقومي عامله طق كده تعرف عنك يعني. ماشي ايش بس عشان الدنيا انت عامله ايه؟ كله فل كله فل. اسمك ايه؟ كيل جوي. انت منين؟ المانيا. المانيا ولا حرفيا انا من اليابان عادي. ايه ده نقطه؟ اه من كيوتو اول الشارع كان تركب لها ايه؟ ايه؟ تركب لها ايه؟ من طوكيو. تبدأ يومك ازاي مثلا؟ الطبيعي يومك الطبيعي. مش هنفطر بسم الله. نفطر بقى ونشوف بقى هنعمل ايه هنهكر مين ولا هنعمل ايه. يعني انت هاكر؟ يعني بتصحي من النوم تفطري تهكري على طول؟ ما فيش تفاهم مفيش قهوه اصلا انا ما افطر هكر. انت كام سنه؟ انا عندي 23. طالما انت سالتيني برضه انا بعمل ايه في ام يعني في يومي وكده طبعا فانا بصحى برضه الصبح بفطر ساعات بروح الجامعه عشان انا بس فاشل دراسيا فلسه بروح لحد دلوقتي. بعد كده بقى الليل واخره. ايوه وركز بقى في الليل واخره الخناقات. ليه؟ لان انا بلطجي. سيد كباكو كباكو. فانت اي حد يعني احنا طالما احنا مع بعض محدش يقدر يكلمك عشان بلطجي. ايه اكتر حاجه ممكن تضايقك في شخصيه اللي قدامك؟ ان يكون بلطجي. ان هو يكون بلطجي دي مشكله طبيعيه. دي ايدك. بلطجي بلطجي. كان عبسي جدا وبعدين كسر الباص ليه؟ مش فاهم الكونسبت. لان هو بلطجي فعلا ان كلهم شعرهم كارثه يعني. سوري. هاي هاي ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ التناكة دي. انا اسمي كازاتورا. كازاتورا هانيمي. ايوه انت اسمك ايه؟ اسمي ويلز. ايه اكلتك المفضله مثلا؟ ما بحبش الاكل. تتغذي على الحشرات ولا ايه؟ ما بحبش الاكل. ايه مشروبك المفضل؟ ما بشربش. ايه هواياتك؟ انت هتفضل تسال؟ اساليني انت. طيب انت بتعمل ايه في حياتك؟ قبل الظهر ببقى حاجه وبعد الظهر ببقى حاجه وبعد العصر ببقى حاجه. حسسيني انك عايزه تعرفيني عشان انا احس ان انا عايز اعرفك. حياتك عامله ايه؟ انت ايه اكتر حاجه ممكن تحببك في اللي قدامك؟ ما يبقاش شعره اصفر، ما تبقاش عينيه ملونه، ما يبقاش لابس ابيض في اسود، ما يبقاش عامل تاتوز. كل دي حاجات لو شلناها يبقى الانسان اللي قدامي لذيذ. طب ايه بقى اللي انت بتكرهيه؟ شعر اصفر برضه. السلام عليكم. لما اشيك. انا كنت مبسوط وانا معاكم بس يعني ما اعرفش الناس هي اللي بتتغير ولا انا اللي شخصيتي صعبه. ما عملتش حاجه والله. هاي هاي. اخبار؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ مايلز. وين؟ انت اسمك ايه؟ سانجي. انت ده صوتك؟ ده صوتك؟ ده صوتي. ده صوتك؟ اه ده صوتي. ماشي. بتعمل ايه في حياتك بقى؟ بطبخ وبشلت. ايه؟ بشلت. اه تحبي اكل ايه؟ بقولك بحب اكل ايه؟ اه انا بحب كل الاكل. انت بتعرف تعمل اكل؟ اي اكل. يعني انت بتعرف تعمل ايه؟ اللي تحبه. بتعرف تعمل كل بتعرف تطبخ يعني كويس؟ اهو اكيد ما بجيبوش من عند الدليفري بره. بعرف اطبخ. بتعرف تطبخ؟ بعرف اطبخ اي حاجه. اوكي ده لذيذ. ايه رايك يا مايلز في اللونج ديستانس ريليشن شيب؟ لا يعني انت ما تقدرش تستحمل يعني عشان انت مارفل وانا توي انيميشن فيعني يابان امريكا يعني ما تستحملهاش؟ لا كنت استحملها عشانك عادي. خلاص يبقى استحمل. شكلك لطيف. حاساك هتقولي ربنا يكرمك ليه؟ لا انا بتاع سمك. قول يا مايلز الكراسنه في نظرك اشرار ولا طيبين؟ يعني على حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني انت من انهي نوع من الكراسنه؟ ايه نوع اي نوع الكراسنه اللي بتعرفه عارفه لو انا من بس انا اتفرجت على انمي ما تحرقيش بقى عشان لو في ناس بتتفرج وكده يعني نشوف ون بيس. تابع برضه مارفل يعني بجد؟ اه يعني ايه رايك؟ نجاحات هايله ارقام مهوله ايرادات عاليه ربنا يوعدنا ونجيب الفلوس دي لليابان برضه يعني عشان انت ايراداتك عاليه برضه يعني في اخر حلقات مكسره الدنيا ما تحرقيش. ايه بقى اللوف لانجوج بتاعتك؟ الطبخ. خلينا الطبخ عشان ما نقفلهمش برنامج طبخ بس. طب لو انا ما بحبش اكل عموما هتعمل ايه يعني؟ حبيبك في الاكل بقى يعني اعلمك ازاي تسمي. هتعلمني اطبخ؟ ماشي نعلمك تطبخ. ولا هتعملي انت الاكل؟ اعلمك وعلق واعملك. ده لذيذ. لا طلعت طيب طلعت جنتل. كان في كازورات قبلك. قال شلق من توكيو ريفنجر عايزه منهم ايه؟ واحد بيقول لي بشجع والتاني بيتخانق وحاجات غريبه. شلق كان نفسي اقول لابويا وامي ربوني بس امي ماتت وانا عندي 4 سنين وابويا رماني في اوضه ظلمه وسابني واخواتي كانوا بيتنمروا عليا
لحد ما لقاني راجل عجوز كان بيشلت لي برجله برضه، فعشان كده اتعلمت ازاي اشلت منه. واكلك ايه اخبار اكساتك؟ ما وصلتش لمرحله الاكسات. ايه اخبار اكساتك؟ نعم عندي انا في المدرسه. اكسات مين بقى؟ ستوب ثانيه، يعني ايه يعني في المدرسه؟ انتوا جايين تحبسوني ولا ايه؟ اه براحتك. ممكن نعمل كده انت؟ اصل انا بالنسبه لي ان الحمد لله تو ماتش تلزيق. ممكن اللي كان بيشلت ولا انت اللي كنت بتشلت؟ ممكن اللي كان بيتخانق. انا اللي كنت بتخانق الحمد لله. اه اول مش تعالى استنى قبل ما اسال، ما ينفعش نجيب واحده؟ ما ينفعش نجيب واحده تسالني يعني؟ يعني عشان نخش يبقى احلى يعني، ونعرف ناخد ندي سوا. هاي هاي، ايه الاخبار؟ الحمد لله. تشرب؟ لا ما بشربش. كويس وفرتي. ماشي احنا مايلز احسن ما افتكر. اه كويس صح؟ عارف يعني انت اسمك ايه بقى؟ تقدر تقول لي فوكن مون؟ فوكن فوكن مون. انت اسمك مايلز؟ انت ليه عارفانه مني؟ ما بحبش السجاير، دي حريه شخصيه. بالظبط. فمش هنقدر نتكلم في دي، بس بما انك ما بتحبيش السجاير عادي وهدخل السيجاره مكانها عادي جدا. نرجع تاني للموضوع. اقنعني ليه اكمل معاك انت النهارده واسيب كل اللي كانوا قبلك؟ اذا كان انا كنت احسن واحد او لا فهي كده مش تفرق. ليه؟ اوريدي بروكن، ما قلنا قبل كده مليون مره وحفظناها على حالات الواتساب مليون مره. ف اتس اوكي. ليه انت بقى ممكن تكوني احسن ديت انا اخدته النهارده؟ انت قعدت بديت قبلي النهارده؟ لا ما هو انا لسه قاعد. بس ليه؟ لسه قاعد؟ لسه جاي حالا. لسه والله لسه خارج حالا. انت ليه مستعده تدوسي على الباص؟ هقتلك. لا دي ايدي عادي على فكره. ماينز ما كانش رخم كده. هو ده اول ديت ليكي صح؟ لا ده مش اول ديت ليكي، ده اول ديت. ما انا هقول لك حاجه. ماشي. انا شفت كتير. ممكن انا ادوس الباص عشان لسه جاي حالا، فعايز ما انت هتشوف برده اللي انا شفته. هشوف حاجه تانية؟ تعالى نتكلم عن الريد فلاجز. اوكي فيك انت. اه السجاير انا عادي دي على جنب. تمام الريد فلاجز عامه بقى. انا حاسس انك عايز تقوميني. ما ايوه. انت كده كان اللي هقوم اصلا بجد. ايه مش انا متحمس؟ ايه مش هقول اوريدي بروكن واعمل اللقطه قاعد انا عادي. طب بعد اذنك اتفضلي. لو سمحتي اتفضلي. اهلا. هاي هاي. ايه الاخبار؟ اسمك ايه؟ اسمي انا فوكن مون. تديني كام سنه؟ يعني كفوكن مون 22 23. كفوكن مون 36 36 ماشيه 36. تمام عندك كام سنه واسمك؟ 25. ده اللي استقرينا عليه. كنت بتكرره جوه. كيل جوي. كيل جوي. اسمك الحقيقي؟ سونس. ماشي خلاص تمام خلصانه. ما كانش قصدي عايز في الحقيقه بس تمام. ايش؟ طب قول لي قول لي انت بتشتغل ايه ولا ايه دنيتك؟ بتعمل ايه؟ انا بشتغل حرامي. بشتغل حرامي. انا بشتغل حرامي وبشرب سجاير كتير يعني. دي ده بارت تايم شرب السجاير. يعني حاسه ان يعني بص بص انا دلوقتي بقت 80 جنيه يعني اتفرج كتير فشخ ولا ايه؟ انت مبدئيا بيضحك عليكي. انت شغاله ايه ارجوكي؟ محتاج اعرف. بهكر كده حراميه بس باحترام يعني. لابسه بدله من كودز. اه يعني تعالي بقى نخش في المواضيع اللي هي بتاعت الديتس بقى. قولي قولي هيحصل في السكه كده لو الباص اتعملت هتدوسيها بامانه ولا لا؟ سكه تعالي صريحه عشان كده هتداس. انا هبقى رجوله وانا عندي كلمتي. انا كمافيا عندي كلمتي مش هدوس حاجه. خلينا نشوف. طب نزلك ده. معلش عشان ما فصلتش في الحاجات دي. بس انا ايدي ورا اهو وراجع لورا والحياه سيمبل خالص. ماشي. بتعمل ايه في يومك؟ بشتغل. ايوه. وبسرق بعدها برجع اشتغل. طب ليه بتسرق وانت بتشتغل؟ ما هو ده شغل اللي هو حرام خالص. انا هو 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 يعني بشتغل نصاب مع عامه شيفتات بقى على حسب انت النصب جاي يعني. هي مكالمات فما تيجي مكالمه ننصب نروح نقتل حد مثلا يعني. هي الفكره كلها ان احنا بنبقى ما لناش حل ثابت يعني. نصب يا سرقه يا قتل. بس احنا حطينا قانون الفتره الاخيره نو فوكينج كيلينج. ما بقيناش نقتل خلاص. احنا التزمنا عشان لما نخش النار خشش نار على حاجه ان احنا قتلنا حد. حرام. نزلي ايدك تحت هقتلك. ايه الريفلكس بتاعتك بقى عامه؟ في ايه بقى؟ لا حدد لي. معلش ككيل جوي. انا بس عايز كيل جوي. اه يلا كيل جوي. بهكر اي حد اشوفه عامه. انا شاري. انا شاري. متاكد؟ 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 اتفضلي. عامه اوريدي اوريدي بروكن على فكره عادي. ما هي هاكر وماشيه في الحرام زيها فاهم. فانا بقى نصاب وهي هاكر يعني. بخت من وفق نصابين في الحالات عامه. كان 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 ديت لذيذ في الاول وفي الاخر يعني. سندس شخص جميل قوي يعني. هي عامه كشخصيه جميله وكشخص جميل. طيب بما ان طب نبقى لكم العينين بقى يعني حاجه اكسكلوسيف ليكم بمناسبه ان الحلقه يعتبر وصلت لنهايتها. فقبل ما نقول الاوترو اقدر اقول لكم انه طب وان بيس. وان بيس عمك. عمك انت كمان. وبكده حلقتنا كلها خلصت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. ولو عايزين تطلعوا في الحلقات الجايه اعملوا ابلاي على اللينك اللي في الديسكريبشن. ايه